والله شوف، يمكن موضوع جبهة تعز بالذات أنا حذرت من أول يوم كنت قطري، وقلنا أن هذه لهم أهداف عسكرية، لا يمكن أن تكون هناك عشر نوايا مع هذه الميليشيات الإرهابية، لا يمكن بعد حصار 10 سنوات وجد العالم كله ناشدهم فتح الطريق ورفضوا فتح الطرق، إضافة إلى أنها دخلت في كل الاتفاقات من اتفاقية الكويت وستوكهولم، ودخلت في كل المفاوضات، ولكن الحوثي كان يرفض فتح طريق تعز، وحذرنا انه فتح الطريق من جانب واحد وبهذا الشكل قد يكون له اهداف عسكريه وله نوايا سيئه. اليوم حاول الحوثي ان يخفف الضغط عليه من الجانب أن يعني يظهر انه فتح الطريق، ولكن كما سمعتم في تقريركم ان هناك يعني اعمال عسكريه وتصعيد عسكري مستمر، وذلك ايضا مع تزامن مع مفاوضات مسقط، وهي استراتيجيه عسكريه حوثيه معروفه. دائما كلما تقترب اي مفاوضات، كلما كان هناك وفود امميه في صنعاء، كلما كان هناك وساطات تتحرك، كلما صعد الحوثي في الجبهات او اطلق الصواريخ او يعني هدد العالم. اليوم الحوثي يهدد السعوديه ويهدد العالم ويطلق المرحلات الاخرى ويعلن عن يعني مصانع من الصواريخ الفرد صوتيه، ويهاجم في جبهات الحديده والساحل الغربي، الساحل الغربي وتعز ومأرب، كان بالامس في اول من امس في الجفره، وكان قبل امس في جبهه السقم في الساحل الغربي والضالع. بالتالي هذه هي ميليشيات الحوثي الارهابيه، وهذه هي طبيعتها دائما، انت ما لم تحققه بالحرب تريد ان تحققه بالمفاوضات، ولكن مع استعراض القوه، لكن هيهات هناك رجال في الميدان قادرين على ان يكسروا رقبتهم.